بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء من أخيكم زهير حسن عيسى وإخوانه في مؤسسة مسلم جلوبال أيد إلى جميع المسلمين في أستراليا لإغاثة إخوانهم في مخيمات أرسال البقاع في لبنان على الحدود السورية. إن إخوانكم في مخيمات أرسال يعيشون في ظروف صعبة، الخيم متواضعة، والآن الشتاء برد شديد وأمطار غزيرة وثلوج، فهم بأشد الحاجة مثلا إلى مادة المازوت للتدفئة، وهم بحاجة إلى أشياء كثيرة. إن إخوانكم في مخيمات أرسال هم في الحقيقة من هم؟ هم آباؤنا وأمهاتنا، وهم أولادنا، وهم أهلنا. لذلك نهيب بجميع إخواننا في أستراليا من أهل الشهامة والمروءة، من أهل الأموال، القليل من صدقاتكم، القليل من زكاة أموالكم، تقفون مع أهلكم وإخوانكم في مخيمات أرسال. أغيثوهم، ارحموهم يرحمكم الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنا محدثكم زهير حسن عيسى مع إخوانكم في مؤسسة مسلم جلوبال أيدز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.